لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن صواريخ جافلن التي عثر عليها في مدينة غريان الليبية تعود لفرنسا، وهو الإعلان الذي يكشف كذب ادعاءات ميليشيات طرابلس الإرهابية عن حصول الجيش الوطني الليبي على الصواريخ بطريقة تخالف القانون الدولي. قالت الدفاع الفرنسية إن تلك الصواريخ المضادة للدروع غير صالحة للاستعمال، وكان من المفترض أن يتم استخدامها من قبل وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا. للمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي الليبي. أرحب بك أستاذ عبد الحكيم، ويعني ما هي قراءتكم لما تم إعلانه من قبل وزارة الدفاع الفرنسية؟ أولا دعيني أعلق على هذه الأساليب القديمة، أساليب الحرب الباردة التي ينتهجها الحشد الميليشياوي المشهورة طبعا للأسف قطرية متخلفة، وتركيا تريد أن تلصق أي تهمة للجيش الليبي لكي تحبط معنوياته، ويعني تفت عدد الشارع والقبائل والعشائر التي التفت حوله بالآلاف اليوم. طبعا من هناك يعني رواية تقول بأنهم عثروا هذا الحشد المشياوي عندما حصل انكسار غريان أو ما أسميه أنا بالمواجهة المؤجلة. طبعا الأمريكان فتحوا تحقيق أو بصدد فتح تحقيق، اليوم الفرنسيين قالوا بأن هذه الصواريخ جولسون هي من وحدة مكافحة الإرهاب وهي معطلة أو غير صالحة للاستعمال. طبعا هو السؤال انه هذه الصواريخ تم تخزينها، هذا هو الملمح الرئيس في المسألة، ان هذه الصواريخ عددها بسيط وخزنت في احد مستودعات الجيش الليبي، يعني كدليل قاطع على ان هذه الصواريخ ليست ملكية الحشد الميليشياوي. فاليوم تكشفت الحقيقة من خلال هذا البيان الفرنسي الرسمي، واعتقد هذا البيان لم يعد هناك من مبرر بعده ان يفتح تحقيق امريكي طالما ان فرنسا اعلنت رسميا بان الصواريخ تعود اليها وهي لوحده مكافحه الارهاب. فبالتالي كل يوم يضاف دليل جديد للمجتمع العربي والدولي بان هذا الحشد الميليشياوي لن يألو جهدا بان يقوم باي شيء ضد الجيش وضد الحق الإنساني. أنا البارحة وصلني فيديو مسجل الليلة قبل البارحة، كان هذا الحدث أن مجموعات النازحين من الليبيين في مواقع الاشتباك الذين يقتلوننا في مدارس يسمونهم العذاب، يهينونهم، يضربونهم، يعني مسألة في منتهى، يعني حتى فيما يتعلق بالحق الإنساني نازحين حرب، أنا لا أتحدث عن مهاجرين هنا، لم يسلم منهم هؤلاء الشيوخ والنساء والأطفال. والغريب أن هذا يحصل أمام مرأة ومسمع من البعثة الأممية وقسام سلامة الذي لا زال يحاور ويناور ويريد أن ماذا عن غسان سلامة تجاه هذا الموقف على سبيل المثال؟ ماذا عن يعني خطوات يأخذها من أجل الخروج بحل سياسي؟ ما هو رأيكم في يعني مجهوداته التي يقوم بها؟ لا، قبل أن أتحدث عن غسان سلامة، وربما أيضا اطلعت على بيان الخارجية الجزائرية اليوم عندما نفت ما قاله فتحي باش آغا ما يسمى بوزير داخلية الحشد الميليشياوي، حمل رئيس الوزراء الجزائري كلاما لم يقل بحق المشير خالد، وجاء نفيا رسميا وتناقلته وكالة الأنباء الجزائرية. إذن كل يوم غسان سلامة مثل ما حكيت لحضرتك هو يقف على، أو هكذا يزعم طبعا أنه يقف على مسافة من كل الأطراف،
ولكن لم تعد هناك أطراف سنية، هناك جيش وطني وهناك قبائل، وهناك في الجانب الآخر حشد ميليشياوي غطاءه طبعا التنظيم العالمي إخوان المسلمين فرع ليبيا وأفرعه المختلفة من تنظيم الدولة ومن القاعدة ومن أنصار الشريعة إلى ما هناك. وحتى الأحداث المناسبة التي تحصل هنا وهناك في مدن ليبيا أخرى هي على صلة بما يجري في طرابلس، أحداث مرزق على صلة مباشرة بفايز السراج، هو الذي كلف شخصين أعرف اسميهما الآن وتحفظ عليهما، قام بدفع أموال لإثارة بلبلة في مرزق واستعانا بالمعارضة الشديدة. مشكلتنا يا سيدتي تكمن في هذا للمرة المليون لهذا المجلس الرئاسي أو ما تبقى منه وحكومته. لماذا؟ لأنهما يوفرا الغطاء السياسي لهذا الحشد الميليشياوي، لجهة أنهما يتحصلا على دعما لوجستيا من الدول الداعمة للمشروع الإسلامي هنا بين مزدوجين تركيا وقطر، ويغدقا عليهم بالأموال. يعني عندما تتحدث أو يتحدث مصدر مسؤول في المؤسسة العربية للنفط ويقول أن الدخل ليبيا من النفط خلال الشهرين الماضيين حوالي 5 مليار دولار، أين ذهبت؟ تعرف الدورة المالية لدخل النفط الليبي تذهب إلى المصرف العربي الليبي الخارجي حتى ولو تأخرت المقاصات وتأتي للبنك المركزي. وأين هو البنك المركزي؟ تحت سطوة هذه الميليشيا. يعني في الحرب أنفق شو اسمه هذا فايز السراج 2 مليار، وحتى مما أثار حفيظة ستيفاني ويليامز وفتح التحقيق في الموضوع. كيف لك نقدا لا سكوك ولا شيء، يعني سحبت 2 مليار طيب من المصرف وانفقها على هذا الحشد الميليشيا. إذا نحن أمام معضلة حقيقية، هذا الغطاء السياسي ما لم يرفع، هذا الغطاء السياسي ما لم يسحب الاعتراف على الأقل من قبل المنظومة العربية لهذا المجلس الرئاسي سوف يستمر في أن يتحصل على دعما من قطر وتركيا ويغدق بالمال من أموال الليبيين على هذه الجماعات التكفيرية والأخرى الخارجة. شكرا أستاذ عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي الليبي على وجهة نظرك وعلى هذه القراءة في التطورات الأخيرة الخاصة بما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية بأن صواريخ جافلن التي عثر عليها في ليبيا تعود لفرنسا. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل لاستكمال ملفات أخرى.